تبارك الرحمن. هذا التفاح، وهذا التفاح اللي يقولون التفاح كأنه بطاطس. بطاطس، اي نعم. شفتوا شلون معلومات عندي ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا سبحان الله، من اعجب ما رأيت هذا التفاح اللي كأنه كيوي، كأنه مجسوب، لكن هم يسمونه التفاح البطاطس. صحيح، مش تضحك عليه يا ابوك، مش تضحك عليه. أنت في وجهك أوريك، والله ينزل ذا المقطع ما علي منك. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يرزقني وإياكم وأمهاتنا وأحبابنا وأهالينا وإخواننا من ثمار الجنة يا رب العالمين. هذا العجيب، هذا العجيب التفاح الأسترالي، يقول سمو الشيخ أنه ما عاد يكبر أكثر من كذا. لونه عجيب، والله العظيم عجيب. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، العذق مليان ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يرزقه يا رب العالمين ويطرح. رحيم.